كيف ساهمت الأوضاع السياسية والاقتصادية في زيادة معدلات الطلاق وتحشيم الأسرة العراقية؟ وهل فعلاً بلغت نسب الطلاق المئوية في العراق لا سيما في السنين الأخيرة مرحلة دق ناقوس الخطر؟ وكيف ستكون صورة المجتمع العراقي في المستقبل إذا ما استمرت المعدلات الحالية للطلاق والتفكك الأسري؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.